وي حميد، انا راجعين الانجليز هكذا. انا حب ربي ان شاء الله. هذا البابور انا داخلين، هذه شركه دنماركيه نديروا اتفاقيه مع يعني شراكه مع شركه اخرى ويروحوا قال 7 دول او 8 دول. يعني السعر ما شاء الله. ديك خطر الخرجة ما استغرقناش نص ساعة ملي خرجنا، ونتمنى ان شاء الله في الجزائر يكونوا هكذاك ان شاء الله بلادنا تولي هكذا، لانه عيب واحد يروح ثم ويستنى نص نهار ولا نهار كومبلي على جال الخرجة في بلادو. يعني سبحان الله، يعني احنا جينا من بريطانيا لفرنسا مي با نص ساعة، ورانا رايحين من فرنسا لبريطانيا. شوفوا التوقيت، يعني كلش ما كان والو، كل واحد الجواز يعني يشوفوه وخلاص. يعني هذا هو البابور، هذه شركة يعني مشتركة يعني اسكندنافية، المالك هي دولة الدنمارك، وكل يعني هذا هو. أنا دخلنا في البابور حميد.